صباح الفل يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنصور في محل اللي هو بتاع الاكياس والفويل وكل حاجه سالتوني عنها، وبتاع البرجر. فين؟ في بكوس. احنا في بكوس شارع مصطفى كامل اهو، زي ما انتم شايفين. هتمشي بقى شارع مصطفى كامل، في جنبه محل بتاع كوتشي اهو، وقدامه قدامك ايه؟ طيب بصوا، انتوا هتمشوا بعد الفاكهه اللي هم بيبيعوا الفاكهه دول، اللي على الطريق نفسه في شارع مصطفى كامل، في شركه اسمها الكيال اهي، شايفين؟ بعد بقى الكيال في محل بتاع لبس، وهو اهو المحل بتاعه اهو موجود. اسمه ايه طيب؟ اسمه خميس، ثواني، اسمه اهو خميس عبد المجيد علي، مشهور جدا، ولو سالتي عنه هتعرفيه على طول. واهو وعلى في علامه بكوس، وقدامه اهو برضو محل فاكهه، وفي محل لبس وبتاع رنجه. تمام، يلا بينا بقى نشوف عنده ايه. اول حاجه معانا يا بنات هي الكلين فيلم. في عنده مقاسات واحجام، هو بالوزن. تمام، بالوزن. في اللي تحت خالص ده اللي هو الكبير ده، سعره كام؟ ده قد ايه؟ ده قد ايه وزنه؟ لا مش وزن، هي لفه على بعضها، لفه على بعضها. دي الحجم الكبير، ده ب 70 جنيه. طيب والاقل؟ دي ب 50. ده موفر، انا باخد منه الاحجام دي الكبيره بتوفر، غير الاحجام الصغيره دي ب 50. تمام، وفي اصغر منها شويه، دي ب 30 جنيه. دي ب 13 ونص، ودي ب 13 ونص، 17 ونص، وده ب 20. طب ايه الفرق بقى؟ النوع بس، انا مجربه النوع ده حلو قوي يا بنات، وبجيب منه على طول، حلو جدا. تمام، طيب عندنا برضو المشابك، البلاستيك ده بكام؟ الماجيك، الماجيك ده برضو معروف ب 7 ونص. بصوا ده الليف اللي انا بجيب منه، وانتوا بتسالوني عنه على طول، وبتقولوا لي اللي هو ده اللي هو بسلك. الاثنين بكام؟ الاثنين ب 10. في منه الوان، ده حلو جدا، ده احسن نوع انا بستعمله، بجيبه برضو من عندهم كمان. الاثنين ب 10 ده، ومش بتبوظ، يعني انت بترميها من غير ما تبوظ. تمام، كمان هتورينا ايه معاك؟ ايه عندك؟ ايه في عنده؟ اللي هو الشمع بتاع مسدس الشمع بالواحده ممكن، وممكن بالكيلو. الكيلو كام؟ كام كيلو الشمع؟ 75 جنيه. ده كيلو يعني؟ ده نص يعني، ده الكيلو ب 75، اثنين منه ب 75. تمام، عندنا كمان نص وزياده، نص وشويه. طيب عندنا كمان حبل اللي هو الغسيل، ده يا جامد ده. طب انا والله عايزه كل شويه يتقطع عندي. الشمس بتبوظه. لا كيلو عامل 60. ما انا عندي المنشر، ما انا ما عنديش، هدخله جوه بقى، هدخله جوه الشقه. ده كيلو؟ لا ده قد ايه؟ ده كيلو 70. ده كيلو 70؟ 70. ده يعني ده كيلو، الكيلو ب 70 جنيه، يعني دي ب 70 جنيه. دي ب 70 جنيه؟ اقل من 70 جنيه، دي اقل من كيلو. 660. طيب تمام. اوكي. معانا ايه كمان؟ عندك طبعا سوليتيب، وعايزه في كمان اللي هو البرجر، اللي هو البرجر. بتاع البرجر اللي بيتحط فوق بعضه. عندنا طبعا اطباق الفويل، هو برضو بيبيع بسعر الجمله، يعني الاطباق الفويل عنده ارخص برضو من بره. تمام، عندنا احجام طبعا الاطباق الفويل، في اللي هو الحجم الكبير، في الاصغر، في الاصغر. بيبتدي بقى من كام؟ معلش، ده بيتزا اهو، ده اللي هو البيتزا الرفيع ده بكام سعره مثلا؟ كام؟ بجنيه. عايز توصل بيتزا معلم، وده اللي هو يتحط فيه الكشري، الحاجات دي اغوط غويط، بكام؟ ده ب2.5. ب2.5، وده بجنيه، وده بجنيه، يعني الاسعار من اول جنيه، وفي اقل من جنيه. ممكن الصغير ده بجنيه برضو، من جنيه لاكتر. بصوا كمان في الاحجام الكبيره اهي، اللي انت بتعملي فيها، عايزه تعملي فيها بقى فراخ، عايزه تعملي فيها اي حاجه. بصوا اهو ده الحجم، ده كام؟ 4 جنيه من غير غطا، و5 جنيه بالغطا. طيب ودول؟
جت 2 جنيه ده ب 2 جنيه يعني بصوا الاسعار في بقى بتاع اللي هو الرومي مثلا ده بكام الكبير قوي ده ب 15 وفي منه صينيه وفي صواني سيرفيس اهو ده بكام عليه الصلاة والسلام ثلاثة يعني تمام وعندنا برضو الكوبايات الكوبايات اللي هي البلاستيك والكوبايات اللي هي الكرتون تمام طيب انت عندك بالايه بقى بالواحدة ولا بالايه معلش ده كام دي 50 كرتون الكوباية الكرتون ب 17.5 50 ب 17.5 طب لو منها بلاستيك بقى مية ب15 ده 50 ب17.5 والمية الابيض البلاستيك ب20 وده برضو نفسه هو ده الواحدة بجنيه ده الواحدة بجنيه والخمسين ب30 جنيه تمام بصوا يا بنات بقى دي الاكياس اللي هي الغلق الذاتي اللي هي مقاسات شايفين بصوا ده مقاس ده مثلا بكام الباكت ده الحديث في المسلسل ده عامل كام 35 ده ب20 جنيه تمام وفي بقى مقاسات كتير بصوا وتختلف بقى الاسعار تمام معلش اوريهم بس المقاسات في ده وفي ده وفي ده اللي هو بستخدمه برضو يعني مثلا ده بكام وفي اكبر في اكبر كمان يعني ده بقى للفراخ لما تيجي تتبلي الفراخ وتشيليها في التلاجة برضو او عايز تشيلي حاجات كبيرة طب الكبير ده بالكيلو ولا بالايه الكيلو كام هو الكيلو عامل كام معانا 140 جنيه كيلو يعني بتتروح من كده طيب عندنا كمان اللي هي البلاستيك الاطباق البلاستيك بخمسة جنيه دي اللي انت هتحطي فيها مثلا حاجه اهو هتبعتي حاجه بتشيل كيلو وفي منها الاصغر دي بخمسة جنيه بصوا كمان في شكل تاني منها في ده باتنين ونص الحجم ده وفي اقل منها وفي اقل في اقل منها كمان باتنين جنيه تمام دي بقى اللي هي برضو الكرتون الحاجات اللي هي الكرتون بتحطي فيها بقى كوشري بتحطي فيها اي حاجة شوربة وبتحطي فيها شوربة كمان دي بالغطا بكام ده دايما ده صحي الكرتون بكام بخمسة جنيه وكمان بصوا في كمان الصواني اللي هي المنقرشة دي اللي انت مثلا بتحطي فيها حلويات شرقية بتحطي فيها اي حاجة برضو وتقدميها دي بكام في اكبر برضو اسعار مختلفة وفي اكبر وفي اصغر ده بكام ده يعمل 3 جنيه او 4 جنيه يعني انا بقول لكم ايه الحاجات الموجوده وطبعا بصوا الاطباق دي برضو الاعياد الميلاد والحاجات دي ده 6 لا دي 10 10 بكام 10 يعني 15 15 جنيه وبصوا ودول برضو 10 بكام بلاستيك دول كرتون ودول بلاستيك دول ب 10 عنده كمان الورق ده برضو انت عايزه تلفي حاجه او عايزه تفرشيه وتعملي اي حاجه بدل طبعا الجرايد وكده ده ايه بالايه بالكيلو ده ورق جرايد بس من غير طبع تمام ده بكام الكيلو ب 20 جنيه تمام طبعا الاسكوتشات دي طبعا في السوليتاب اللي هو الجامبو بقى وبصوا الوان وكل حاجه واحجام ومقاسات ورفيع اهو تخين تمام في عندنا برضو الاستيكر ده لازم انا عارفاه ده ايه بقى ده صيني 10 متر ده بكام ده ب60 ده 5 متر وده 5 متر بكام ب30 تمام وبقول لكم اهي دي الحاجات البلاستيك اللي بقول لكم عليها اهي الاطباق البلاستيك ودي من غير غطا في كمان دول البولات كده بكام الواحده البوله دي عامله كام يا حاج البوله دي ب2 جنيه تمام ندخل بقى على الايه على الاكياس والمقاسات والاسعار بتاعتها طبعا عنده الاكياس بالكيلو بكل مقاساتها عنده كل مقاسات الاكياس يعني مثلا شايفين المقاس ده مثلا الكيلو بتاعه بكام مثلا ناخد ده ب45 كل الاكياس الكيلو ب45 كل المقاسات الكيلو الا اكياس لسه هندخل على اكياس التلاجة دي الاكياس اللي هي بتحطي فيها حاجه يعني وانت نازله اي حاجه تمام طيب بالنسبه بقى لاكياس التلاجة الكيلو بكام اللي هي دي لا دي مش اكياس تلاجة دي زيها لا دي مش اكياس تلاجة طيب فين اكياس التلاجة
ماشي. مقاسات بصوا اكياس التلاجة مقاسات الكيلو فيه كيلو ب20. ده كيلو بكام المقاس ده؟ كيلو بكام؟ 50. ده ب50 وده كله طب يعني اكياس التلاجة كلها كده يعني خلاص سهل لنا الامور كلها ب50 جنيه الكيلو بمقاساتها. شايفين اهو في منها مقاسات 18 ده 16 ده 25 مقاس 20 18 16 كده تمام. يعني السعر برضو مختلف. كمان يا بنات انتوا سالتوني قبل كده عن اللي هي الورقه اللي بتحط بين البرجر تمام. ده الكيلو بتاعه بس الكيلو بتاعه ده يعني انا بجيب طمن الكيلو بتاعه مهول يعني 120 جنيه تمام اهو عنده. شايفين تحطي بقى بين كل برجرية وبرجرية واحده فحلو جدا. طيب عندنا كمان عنده المناديل. طب ايه اسعارها؟ طيب وكمان بصوا الكلينج فيلم اللي فوق ده برضو جامبو خالص بكام؟ الاسترتش اللي فوق ده الاسترتش 120 و100 120 و100 و165 طيب برضو حسب الاحجام بس برضو ده انا مجرباه خامته حلوه بيلزق كويس. طب بالنسبه للقطن بتاع اللي هو الودانه في ب 10 وفي ب 20 حسب الحجم. وعندنا هنا المناديل برضو كلينكس وايت ماشي 750 750 بكام؟ دي ب 18 ونص دي ب 18 ونص تمام. وفي ب 15 وفي ب 12. طيب تمام. طيب ده اللي هو بيتغسل ولا لا؟ ولا ده مناديل عاديه؟ مناديل سفره دي. طيب ب 15 نص كيلو ب 15 جنيه دي للسفره. وطب وده كمان ايه؟ ده ملون؟ دي مناديل برضه. بصوا دي ملونه سفره بكام دي؟ دي عامله 20. دي 20 جنيه ده مستورد شكلها حلو قوي برضه دي ب 20 جنيه. وده عند ايه ده؟ ظروفه بتاعه اهي الظروف اهي عندهم برضو ظروف. عندهم الزينه بتاعت اعياد الميلاد عندهم الستيكس بتاعت الشيش طاووق. في منها التخين ولا هو كله رفع؟ طيب بكامل باكت الباكت ب 10. عندهم كمان الليبل اللي انت بتستخدميه اللي انا بجيبه برضو بحطه على الاكياس وبحطه على العلب تعرفي ايه اللي جوه اهو. في بقى المدور وفي المستطيل في الصغير في الكبير يعني اسعاره بتتروح ايه؟ تروح تمام. في بخمسه في ب 10 اي بص ده دبل فيس اهو بكام دبل الفيس ده؟ ده عامل اهو اللي هو الصغير ده هيقع علينا المحل اهو ده يا بنات اللي بقول لكم عليه برضه هو مش عارف سعره ايه دلوقتي فبس برضه موجود. كمان عندنا ده بتاع الدهون ده حلو ولا ايه؟ بكام ده؟ 25 وحلو يا حاج يعني فعال جامد يعني. طيب ده ب 25. في كمان مسدس الشمع في احجام ولا هو بس ده الصغنن؟ بكام ده؟ ب 65 جنيه مسدس الشمع ده. وده الشمع برضو بتاعه والورق لو انت عايزه تكتبي بقى في توسبيكس اهي يعني. وفي اكياس كمان اللي هي القمامه ده 70 في 90 بكام؟ بكام؟ ده ب 20 في كام واحد؟ 20 كيس 20 كيس ب 20 جنيه تمام. والصغير 50 في 70 والصغير 50 في 70 ودي ب 10. وطبعا دي الاكياس اللي انا قلت لكم عليها اهي وريتها لكم وفي منها احجام كتير. كمان عندهم ورق الزبده. ورق الزبده انتوا سالتوني كتير صح ايوه سالتوني عنه كتير النوع الحلو سيلا ده حلو بكام؟ طيب سيلا اللي هو ورق الزبده ده دي عامله 10 لا دي كام؟ دي ب 20 جنيه ورق الزبده ب 20 جنيه. اللي ده بقى مفرش السفره اللي هو بيتفرش سالتوني عنه برده كتير وبيترمي استعمال مره واحده بكام؟ ب 15 جنيه. ده برضو بالحجم في منه ما لسه بقول لكم بالحجم ده 20 مفرش. اللي ب 35 بقى اللي هو الكبير اهو بيبقى اكتر تمام. اللي هو ده اللي هو اللي فوق ده اهو زي اللي شاور لنا عليه. وفي رول القمامه ده ب 35 جنيه نص كيلو تمام. وكمان في برضو اهو اللي هي العلب والاكياس. بصوا حجم الاكياس اهو. وعندكم كمان اكياس اللي هي الكبيره اللي لو انا هنقل العفش الحاجات وكده اهو جوه
متر ونص بكام الواحد؟ الواحد ب8 جنيه. الواحد ب8 جنيه دول بينفعوكي برضو لو انت هتنقلي من بيت لبيت، تحطي بقى هدومك، تحطي حاجتك كلها لو ما عندكيش شنط زياده وتنقلي يعني بجد فادوني جدا لما انا كنت بوضب البيت. تمام. عندهم كمان الكوستر اللي هو السيليكون ده، ده ب20. بصوا اهو حلو، خامته حلوه تخينه، ب20 جنيه الواحد اهو زي ما انتم شايفين. وفي طبعا اللي هو الليف ده اهو، وكمان الاسبونشات بتاعت المواعين، و ده ايه ده، بالونات، في بالونات وفي و ده بتاع الهدايا. عندك اكياس الحلواني اللي هي بتاعت الكريمه؟ لا ما عندوش. طيب وفي كمان بصوا يا بنات اللي هي بتاعت اعياد الميلاد بتاعت التورت، الارقام 6 و10 و 10 اي 6 و0 و8 وكده. تمام. نيجي بقى للفويل. الفويل بقى عنده منه في طبعا بتاع البوتاجاز اللي هو بيتفرش على البوتاجاز اللي هو التخين، اللي هو بيبقى تخين قوي، ده بكام الرول؟ في ب 15 وفي ب 10. في ب 15 في ب 10 ده حسب الحجم، حسب العيون بتاع البوتاجاز، حسب عيون حسب لو انت البوتاجاز بتاعك 4 عين او 6 عين او 5 عين، سوري. ده 3 غيار، ده 3 غضاء بوتاجاز. يعني ايه يعني ورقه تحطيها في بوز تحطي الثانيه؟ طب ثواني كده. بصي يا بنات انا فهمت، ده 3، ده 3 غيار، يعني ده 3 للبوتاجاز، واحده خلاص اتقطعت تشيليها تحطي واحده ثانيه، هم 3 بكام الثلاثه؟ 25. طب الخامه بتاعتها تقيله؟ اه خامته تقيله ب 25. ده بتاع الاكل، ده بقى الفويل العادي. ممكن تجيب لنا واحده كده بس برضو اوريهم النوع؟ 20 متر. ده شديد التحمل ولا ايه؟ المنيوم فويل 20 متر اهو. سعره كام؟ 25 جنيه. في كمان فويل يا بنات اهو زي ما انتوا شايفين، ده 60 متر ب 60 جنيه اهو، ده بقى تخين يعني. تمام. طب خامته برضو محمله تخينه ولا هو نفس النوع بس الامتار بتبقى اكتر. تمام. كمان يا بنات عنده السلك الاول بتاع المواعين اللي هو الناعم، ده بكام الباكت؟ ب 10 جنيه. وكمان عنده اللي هو ده اللي بيتفرش على في الدواليب او في الثلاجه بكام دي؟ ب 10 جنيه. كام متر ده؟ ثواني كده، مترين ونص، 45 سنتي. طب عنده كمان ايه بقى؟ المشمعات، المشمعات دي اللي بتفرشيها مشمعات بلكونات، ستاير بلكونه، دي بتاعت البلكونه، بتحطيها في البلكونه تعمل لك كستاره يعني، بكام المتر؟ ب 40 جنيه المتر. وده ارضيه اللي جنبه، وده ارضيه البني الاولاني ده ارضيه. طب وعنده كمان دول اللي هم اسفه معلش، ده مفرش سفره. بص هو حته واحده يعني ما بيتقصش. بكام المتر؟ هو مترين ونص ب 120 جنيه. في منه اشكال صح؟ بصوا اشكاله كتير منه اشكال. بصوا هو خامته ايه؟ خامته مشمع على قماش وعلى بلوستر كمان، يعني خامته حلوه، مش اللي هو الخامه اللي مشمع بس، لا تحسي خامته. وبصوا كمان الالوان منه، بصوا الوانه حلوه قوي. خلاص خليك صورت اهي، دي الالوان بتاعته، الوانه كده كلها ايه، فاتحه كده وحلوه. ده بقى منه نفس الشكل بس نفس يعني الخامه بس ب 45 جنيه المتر، ده بالمتر. ممكن تاخدي بقى الاشكال دي كلها بالمتر، والمتر ب 45 جنيه. اشوف كده خامته، برده نفسه اللي هو مشمع على قماش كده، ودي الالوان بتاعته. ده بقى بتفرشي بيه الدواليب من جوه، بتعملي بقى بيه اللي انت عايزاه، وسفره برده. مشمعات بقى الغسيل في الشتاء، ده بكام؟ ده عرض 4 ب 25. عرض 4 ب 25 جنيه. وده عرض 4 برضه ب 25 جنيه. وده عرض 2 ب 10 جنيه. دي بقى ستارة، دي المشمع ده بتاع ستارة الحمام، قال لي يعني ده اللي بيتحط في البانيو. تمام؟ اهو الرفيع ده عشان الميه. بتخيطيها في الستاره بتاعتك من جوه، انا جايبه عامله كده في الستاره نفسها، بيبقى شكلها حلو بس بتبوظ من الميه، بتخيطي فيه. ده مترين وده متر واربعين. ده مترين ومتر واربعين. بكام بقى؟ ده مترين وده متر واربعين اهو، والوان 40 الكبير، وده ب 25 كده. بصوا بقى انا لميت لكم طبعا، وعنده الاكياس بتاعت يعني اللي هي دي الشنط دي بتاعت التخزين والكلام ده، واهو برضو المشمعات.
كده انا لميت لكم كل حاجه عنده في المحل زي ما سالتوني عليه. من في ايه حصالات؟ طيب لا في حصالات، استنوا بقى. ايوه كبيره ب10. دي الكبيره؟ والله حلوه. دي كبيره ب10 والصغيره ب5 اهي. حصالات شكلها حلو قوي. تمام، مفيش حاجه تانية خلاص. وعنده طبعا مناديل اللي هي كلينكس الصغيره الجيب والاكبر، كله حاجته هنا بالجمله. هو ده المحل بتاعه. يا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب تكونوا استمتعتوا معايا ورديت على كل اسئلتكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم، باي باي.